إن شاء الله يتمكن ملف ذا الكرة بالتأكيد. بيتسا سيلفا يعطي أسبقية لاعب حكم إيميكا أوبارا تضع في حافة الجيتون يطلب مراوغ يرفع الكرة رأسية وفرصة هدف مرة أخرى جيبسون سيلفا حمد جديدي إيميكا أوبارا إيميكا أوبارا كرة قوية من إيميكا أوبارا ثم تسديدة ثانية من خارج الميتي تسديدة قوية من إيميكا أوبارا ونهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين 1-1. نفذ المخالفة مروان البكري رأسية محاولة جيسون سيلفا وهدف هدف ثاني عن طريق إيميكا أوبارا توزيعة وإيميكا أوبارا يختطف الهدف الثاني لصالح النجم النادي الساحلي هدف جميل من إيميكا أوبارا تتفذ تغطية دفاعية فجونيور جاي يصعد الكرة طريق مشرودة شوفوا باليسار إيميكا أوبارا ما يخلي حتى إمكانية لجسم الخلوفي باش يتصدى الكرة إعادة مرة أخرى رأسية أولى من خالد المليتي وباليسار يأتي بالجديد سيلفا جيلسون في بداية العملية الهجومية إلى إيميكا التوزيع والبقية مقصية رائعة من مروان البكري أكد السيطرة منذ بداية الفترة الثانية ويستغل في الدقيقة 51 هفوة المدافع مدحت عبد الهادي سيلفا جيلسون في التوزيع والنيجيري إيميكا أوبارا يعلن افتتاح النتيجة هدف أول للنجم الساحلي إيميكا في وضعية عكس الهجوم نحو المرمى أمام وسام العابدي النيجيري سيتباطأ في التسديد وسام العابدي ترتفع وكالعادة وصمات مروان البكري موجودة في عملية الهدف الثاني بكمال عزابي هدف لمنتصر عمار وهدف من اللاعب منتخبين أو البلدين في انتظار التألق المغاربي في كاس العالم 2006 على الكورة للنجم الرياضي الساحلي دويلة لفريق النجم لدوالة الهجوم وخطيرة في الانطلاق من كرة مروان البكري البكري يلعب كورة دويلة في مناطق 18 تتصلح البكري سيسدد يسدد لحرواش أو لمحسن يجور لكن لحد الآن بيختار إذن هذه هي المعطيات لمباراة تكتيكية 1000% بين وخاصة محاولة انتقاد هذه الكرات للتسديد إذن المباراة بدون فرص مباراة بعيدة من مجد التراوي التراوي يعمل كنترول والنجم يحاول مرتدات ينطلق ويتعثر مرة أخرى إيميكا أوبارا والحكم يعتبر الفاول يعتبر الخطأ على الدفاع المغربي اللقطة واللحظة الأخيرة تمشي كرة ملعوبة طويلة في وسط الميدان الكاروي يضغط جيلسون الخطير حذاري من جيلسون صراع أفارقة هنا في ملعب كازا وجيلسون في فاول في خطأ والكاروي انتباه عنده انذار لو الحكم يطبق القانون يمسه بالثانية يغيب عن موقع السوسة أرجو أن الكاميرا ترصد لنا الحكم خاصة من يقرر لأنه تضيع علينا هكذا متابعة اللاعبين المتغيبين هذا الفاول واضح وصريح إيكاروي على جيلسون جيلسون مانويل سيلفا ألفيز باللغة البرتغالية لمستعمرة برتغالية هي الكافير الرأس الأخضر تجربته الإفريقية تخول له هذا النجم 10 سنين 11 سنة مشاركة متتالية في الربع النهائي 7 سيمي فاينل ولم يفشل في المحمدية النجم لعب مرتين في كازابلانكا من رجاء فاز عليه 87-4-1 وهذه كرة خطيرة إيميكا فرصة والهدف الأول الهدف الأول من إيميكا أوبارا كرة مباشرة جدا إيميكا أوبارا يصنع فرحة النجم الساحلي قلت لكم النجم لو يجازف أكثر ممكن يباغت وهذه الكرة ممكن بكل روح رياضية أمور منطقية النجم كان أخطر وأخيرا ضرب الضربة الأولى إذن المباراة تبدأ من جديد وتنطلق فيها حسابات جديدة إيميكا أوبارا يهرب من رقابة المدافعين يعمل كنترول شبه مستحيل مصطفى الشادلي اعتقد في التسلل إدغار يشير للاينسمان وإشارة بهدف أول للنجمة الساحلية من قدم نيجيريا هذا هو إيميكا أوبارا شوف الكرة كان ممكن تفاديها كانت مجازفة أيضا من مصطفى الشادلي ممكن بينالتي النجم يتقدم 1-0 وأنا قلت لكم على آخر 0-0 وكأني تنبأت وكأني توقعت النيجيري حاول المباغتة لكن فخري بن عثمان كان مطفق بالداريفيتش يقحم زويغي مكان مصيب بالأربطة المتقاطعة
المحاولة في التصويت.